السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على وحدة صناعية جزائرية تقع في مدينة عنابة، وهي وحدة فيروفيال واللي عندها عدة مركبات لإنتاج مستلزمات صناعية في مجال النقل بالسكك الحديدية، وكذلك إنتاج هياكل مختلفة باستعمال هياكل معدنية ونحاسية، حيث أن هذه الشركة دخلت في عدة مجالات جديدة بعدما يعني المرحلة الجديدة اللي دخلنا فيها الآن بما يسمى بالجزائر الجديدة والعقلية، هذه اللي حبيت نأكد عليها، العقلية اللي راهي تبدلت إن شاء الله راهي تتبدل بشوية نتاع تطوير الصناعات المحلية وفرض المنتوج الجزائري عوض ما نلجأ بكل سهولة إلى الاستيراد. في هذا المجال فيه عدة مجالات، في عدة منتوجات، يعني تحديات تاع لهذه الشركة اللي دخلت فيها. نخليكم تشوفوا الفيديو، فيه عدة مفاجآت في عدة ميادين. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. المؤسسة قامت منعت أي استيراد لأي مادة أولية تنتج في الجزائر، وبالتالي لما تتصلنا ببعض المؤسسات الوطنية وخاصة الوطنية وجدنا أن هناك مواد أولية تنتج في الجزائر وكانت مستوردة في السابق، وعلى سبيل المثال المواد المصنعة في الحجار. للعلم على بالك باللي جميع الحديد اللي مستعمل في فيروفيال يأتي من الحجار، رحنا نوجدوا في روحنا باش قطع الغيار. رئيس الجمهورية كان واضح بحول الله في صناعة قطع الغيار الموجه لكونسيسيون لوطوموبيل، بعد ما حصلنا على الجديدة الموجودة على مستوى المصنع. تقريبا 11,000 حاوية مطلوبة من طرف هذا المجمع، وبالتالي هذا ما يقارب تقريبا 10 مليار دينار فقط في هذه الحاويات. تكلم عليها رئيس الجمهورية شحال من مرة، ابتداء من 2020 بدينا نجدد الحاويات على مستوى الجزائر، وقمنا بهذه العمليات على مستوى عنابة ومستوى بجاية، وسنقوم بها مستوى وهران وتزاير، والآن لحد الآن قمنا بتجديد أكثر من 1,000 حاوية لصالح هذا المجمع. Vous savez que le conteneur qui va sortir de Ferrovial, c'est un conteneur à 100% algérien. On n'importe rien. هذه الورشة متخصصة في التركيب. الاكتيفيتي برينسيبال دو لاتولي بي 6 مونتاج فاغون. مي الوقت الحالي رانا عقب دو بروجي، عندنا بروجي تاع مونتاج لي كونتينر بي تيم. هذا المشروع مخصص لمؤسسة، عندنا كذلك مونتاج تاع معبر مخصص لميناء سكيكدا. كذلك المشروع الثالث هو مشروع عبارة عن تيب ذات قطر 6 ميل، وهو مخصص لصناعة الجبس. الورشة هذه تعتبر من الورشات الأساسية في شركة فيروفيال، اللي هي متعلقة بالمنتجات المتجهة إلى النقل وإلى الترونسبور لوجيستيك إلى آخره، كذلك اليمونتاسيون تغذي زوتر زاتولي، زوتر اللي ننجو فيهم الكونتينر يعني الحاويات، ننجو فيهم لي زوتر برودوي، تسمى متعلقه تنتج دي برودوي اللي خاصه بها، وكذلك تاليمونتي اللي تبع الشركه الام. سيكسيون تاع التحويل هذه تابعه كذلك الورشه، وكاينه سيكسيون تاع المونتاج والاسمبلاج، دو سيكسيون. سيكسيون هذه اللي كنا نتحدث عليها انه تجي الماتيار من سيدان الحجار تتحول هنا عن طريق السيزاياج والبلياج الدومين تاع الفابريكاسيون ميكانيك، ويتجه سواء الى لي زوتر زاتولي او المنتوج اللي قاعد تنتج فيه ذات الورشه.
2022 باش تو لي زوبيتو دو لالجيري وزاره الصحه راح نعمل معاها باش نعطي باش نليفري لها لي فور انسيناتور الجيريا ورينوفي اون فالور رينوفي لي فور انسيناتور كي اكزيست. شركه فورفيال معروفه بانتاج القطيرات، مع القرار الذي انتج التي قرره المدير الشركه العام ابو يوسف، لازمنا تنويع المنتوج، ما نبقاوش حاصرين روحنا غير في انتاج القطيرات. هذا المنتوج الجديد توزيع البنزين تعتمد على الطاقه الشمسيه، ولهذا وثم ليدي ثم الفكره كما خام الفكره انه محطه البنزين هذه مصنوعه لكي نضعها في اماكن بعيده عن المدينه، في نخرج اول ماكينه لجمع الحصى على مستوى الاراضي، لان وزاره الفلاحه تقوم باستصلاح الاراضي، وانتم تعرفون باللي الصحراء والهوبلاطو الاراضي كلها مليانه بلابيير بالحصى، وبالتالي ستكون اول في جونفي اول ماكينه جزائريه اللي راح تقوم نسلمها تصليحها في فيروفيال. الأوتوماتيكية هي الأولى من نوعها في الصناعة اللي صنعت في الجزائر على مستوى الوطن رافعة، هي تستعمل في المشاريع البناء، نستعملها للمشاريع المتوسطة مثلا لي باتيمون لي ار بلس 5 لي بتيت بروجي، يوصل ارتفاع حتى 21 متر، ديبلاسمون هوريزونتال يوصل الى 25 متر. في لو بو دو فلاش لو بوا اللي تقدر تتحمله هو 600 كيلوغرام، ولا شارج ماكس هي 1.8 طن. من هذا النوع يتم استيرادها دائما من خارج الوطن. وهذا المشروع اول رافعه اللي راح تنجز في على مستوى الوطن، وراح يكون الطلب تاعها اللي من خارج يعود الطلب تاعها من فيروفيال من مؤسسه وطنيه. الوغ اجوردي فيروفيال ا ليفري ديجا لو بريمي غران فور الكومبلكس دو فوسفات دو تتمسا اي لو دوزيام فور يفاتاتر كوموندي اون 2022. احنا نتناقش مع الشركه بريطانيا من اجل تصدير العربات السيكل الهديه من اجل ترونسبور دو مارشانديز. برنامج مع تونس لان تونس كما يكون بالعلم انهم عندهم فوسفات، عندهم منجم الفوسفات، وبالتالي هم محتاجين لعربات لنقل الفوسفات. كما فيروفيال وصلت الى صناعه اول قاطره جزائريه 100% التي ستسلم الى مجمع اينوف لبور ليكسبلوراسيون دي مين. هذه القاطره كانت تجي من الخارج ب 120 الف اورو، ستسلم وستباع من طرف فيروفيال باقل بكثير من هذا المبلغ. رئيس الجمهورية راح يشجع فينا، يشجع في كل الإطارات من أجل الحصول على هذه الأهداف، وحنا من بين الناس ومن بين الإطارات اللي مهتمين بهذه السياسة، وعندنا ثقة تامة أننا سنصل في أقرب وقت.